جاء الان وقت الافتتاح. الله يبارك لهم. ما شاء الله تبارك افتتاحهم. ما شاء الله مباركين مباركين. وهذه اول فروعهم بجده. مباركين ان شاء الله وبدايه خير لهم. ما شاء الله هذه تقديمات الحلا بمناسبة الافتتاح. ما شاء الله تبارك الله. والله يبارك لهم يا رب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله الله. شكرا. مباركين ان شاء الله. هذا هو المطعم من الداخل زي ما انتم شايفين، متخصصين في الدجاج ولحم الحاشي. عندنا هنا جلسات أرضية، طبعا عندهم فقط قسم الأفراد. ما شاء الله عندهم معيار الجودة والنظافة عالي جدا. عندنا هنا الدجاج المحمر، شوفوا استمرارا للجودة والنظافة في مطعم كوزي. ما شاء الله تبارك الله مهتمين انه للعمال في المطعم لهم مدخل خاص، اول ما يدخل يعقم يده وياخذ القفازات او الجلافزات وكمامة وغطاء الرأس. هنا بيحضر لنا الطبق المضغوط، عندنا هنا الطبق المحلي وهذا السفري. شفافيه بين الزبون والمطعم، شوفوا كيف حاطين شاشه هنا عند الاستقبال تعرف ايش اللي يصير في المطعم. ما شاء الله تبارك الله. ونزلت عندنا اطباق من مطعم كوزي. قبل ما اعرفكم باسماء الاطباق جبنا لكم خصم، صوروا سناب الجاي وعليكم بالف عافيه. بدايه عندنا هنا دجاج محمر مع رز الشعبي والمكرونه، مضغوط حاشي، وعندنا هنا مضغوط الدجاج. من الأطباق الإضافية عندهم المكرونة، إدام بامية، الملوخية، وإدام خضار مشكل، وأخيرا مسقعة. ونخش هنا في الدجاج المحمر، شوفوا لون الدجاج. مضغوط الحاشي، الحاشي عندهم عمره 5 شهور. عندنا هنا مضغوط الدجاج. الزيت المستخدم في الطبخ سواء من المضغوط الحاشي او مضغوط الدجاج او المحمر زيت زيتون. اول حاجه بيتميزوا مطعم كوزي انهم بيستخدموا الدجاج المحلي المبرد زي ما انتم شايفين امامكم، دجاج فقير. دخلنا عندهم المخزن، يتوفر عندهم أكثر من 6 أنواع من البهارات زي ما انتم شايفين، معيار جاهز من البهارات لكل طبخة، للمضغوط وللمحمر وللمكرونة. يعني الطعم اللي تاكله في فرع هنا في جدة نفس الطعم اللي في القصيم وعنيزة وغيرها من الفروع. مطعم كوزي بيستخدموا زيت الزيتون في الطبخ. رز الوليمة تعتبر من أفضل أنواع الرز عندنا في السوق. في مطعم كوزي بيستخدم الرز الوليمة. عندنا هنا مضغوط الحاشي، شوفوا طراوة اللحمة فعلا زي الزبدة.